بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين وأحلى مشتركين. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت بتتفرج على قناتي لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفيديو النهاردة عند القصر مول، عند محل ريتاج، في عروض حلوه للشنط والشوزات هتعجبكم. في خصومات معقوله وكويسه وموديلات جديده. تعالوا كده مع بعض نشوف العروض اللي موجوده. هنا قسم الشنط في ريتاج، نشوف كده الأسعار ونشوف الموديلات. دي ب95، في من الهافار بس ده شكل تاني. دي بكام؟ ب115. حلوة دي برضو، شوف سعرها، مش عارفة مش حاطين عليها سعر. لا اهو بمية كام؟ ب149. دي بكام؟ دي ب125. وشوف الكبيرة دي ب89. حلوة اللي هي ايه ده، زي السلسلة دي ب125. على فكرة خامات الشنط بتاعت ريتاج حلوة عن تجربة بجد، انا مجرباها خامتهم حلوة. شوفي الشنط الصغيرة دي، دي بكام؟ ب75. شوفي السودة دي ب75 برضو. حلوة السمرة دي برضو، شكلها رقيق، ب75. دي بكام؟ ب105. نشوف الصفرة دي ب139. دي بكام؟ ب159. حلوة اللبني دي ب109. ب125. بكام؟ ب125. يلا خالد، مين هالبنت؟ حلوة البيضة دي، دي ب105 مربعة، نزل علبة كده. شوف التايجر الكبيرة دي، هي دي على فكرة ظهر، شنطة ظهر. طلع واحدة كده ونشوفها، دي سعرها كام؟ 119. دي 119، شكلها من الظهر اهو، ده وشها في الحمرا. الكروهات دي بكام؟ ب85. حلوة دي برضو، عملية مليانة سوست. شوف كده سعرها، دي ب89. القطيفة دي ب42. القطيفة دي شوف دي كده ب65، ب69. شوف كده دي ب89. في بقى طرح كمان، صوف
تنفع للشتاء ب37. الطرحة دي كمالو دي بكام؟ ب37 كوفية. ب105. رمادي دي بكام؟ ب115. حلوة السودة دي. الشنطة دي ب159. الكاب ده بكام؟ ب27. شكله شيك صراحة حلو. دي بكام؟ شوف سعرها. دي ب115. دي ب115. ب129. دي على فكرة عاملة زي القماش كده بس صوف. بكام؟ ب75. حلوة دي، روشة برضو. ب75 اللي وراها. 75 برضو. في منها الاسود. شوفي السودة دي، دي ب59. ب79. في بقى شنط الروشة دي، دي سواري. شوف كده سعرها بكام؟ ب75. في منها اللي على ترتر دي ب75 برضو. قسم الشوزات، في التايجر ده على فكرة الشوزات بتاعتهم برضو خامتها حلوة ومتينة وبجد عن تجربة يعني جميلة جدا. ده ب85. بصوا الشوز انا لابساه اهو، لابساه في رجلي ما بحسش بيه صراحة، كأني مش يعني مش لابسة حاجة، يعني خفيف جدا على الارض وحلو. ب85. ب89. 79. الخامة بتاعتهم بجد خامة حلوة. ده ب85. شوف الاسود ده ب89. الابيض ده بكام؟ ب85 برضو. ده ب85. حاجتهم تحفة وحلوة جدا، يعني لما تشتري من عندهم بجد مش هتندمي. يعني ده ب85. شوف الشموع ده ب79. حلو اللي على بني ده، هو هاف بوت قصير. ده ب85. في سحاب كده من هنا قصصتة. ب85. حلو قوي ده، شكله شياكة برضو، هو مش عالي قوي. ده ب85. طالي اقصى حاجة 85، 89، 79، 65 كده، يعني مش هيزيد عن كده. حلو اللي في نجوم ده برضو 79. شفت الكحلي ده شياكة.
ده بكام؟ ده ب89. في بقى اللي هي الاحذيه ب89. شوف كعبها كده حلو، كعبها متوسط يعني مش طويل قوي. حلو الصندل اللي هو مفتوح من قدام ده، الكعب بتاعه مربع ممكن ما يكونش بقاش متعب قوي بالنسبه للبنات اللي بيحبوا الكعب العالي. ب85 برضو، اعتقد انها نفس اسعار الشوزات يعني. اشكال اهي ب79، السواري دي ب89، ب89، 85، 85. دي بقى الشباشب اللي هي بتاعت البيت 39. ده 39 برضو. ممكن ب25. في بقى اللي هي الكوفيات حلوة في الشتاء دي بكام؟ باتنين وكام؟ ب52. ب52 يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. واقول لكم اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.